الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. لو سألتكم وتناقشنا مع بعض كده، إيه أكتر عفريت يخوفك؟ بيدور العفريت ده بيوسوس وبيدور في دماغ المريض اللي بيعاني من انزلاق غضروفي. هقول لك إنه يتأخر في العلاج، إنه يتأخر في إنه يذهب إلى المنظومة الطبية المتخصصة ويأخذ العلاج المتخصص على إيد الجراح المتخصص. ده أكتر حاجة بتخوفني، ده العفريت بالنسبة لي. الجراحة الملاحية تحديدا هي التي وقفت أمام هذا العفريت، هذا العفريت اللي هو عفريت لا نخبط حاجة، لا نضر عصب، لا نقطع مش عارف إيه. جاءت الجراحة الملاحية لكي ترد هذا الاتهام وتقول ولماذا وجدت الجراحة الملاحية، ولماذا ظهرت تقنية الجراحة الملاحية. أنا ظهرت الجراحة الملاحية بتتكلم عن نفسها لكي أقف أمام هذا التخوف الذي كان في الماضي منطقيا وأصبح الآن نوع من حكاوي وثمر الماضي البعيد. النهاردة هنسمع هذا الحوار بالتفصيل، وكيف نرد على هذه العفاريت، وكيف التكنولوجيا الحديثة اللي في العالم كله أبهرت العالم كله في كأس العالم، الطب واخدها وطبقها من قبل كأس العالم. إيه هي دي التكنولوجيا دي؟ نفهمها بالتفصيل مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الرائد في عالم جراحات المخ والأعصاب، ضيفنا المبدع دائما أستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحاته، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى نيورو سباين العريقة للجراحات المتخصصة. أهلا بيك دكتور. أهلا دكتور أيمن. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا ابتكرت فكرة العفريت دي لأنه فعلا عفريت حقيقي وهو موجود، وعايز أقول مش من 20 سنة ولا حاجة، ده موجود في الوقت الحاضر وبيجي وبيحضر، والناس بتشوف أمثلة سيئة لعمليات العمود الفقري التي تجرى دون التبحر أو استخدام التكنولوجيا الحديثة. ما هو الجراح اللي ما عندوش التكنولوجيا دي وما عندوش الخبرة حتى في استخدام التكنولوجيا دي، ممكن مستشفى يبقى عندها التكنولوجيا دي وموجود فيها بس الجراح ما عندوش الخبرة، لا يجيد التعامل معها، هيعمل عملية بالطريقة التقليدية أو هيفضل يعمل عملية بالطريقة التقليدية وهتفشل العملية أو يحصل فيها مضاعفات، أو هنشوف بقى الشبح اللي بتقول عليه اللي كان دائما حتى كنا بندرسه في الكتب أسباب فشل الانزلاق الغضروفي، إن العملية تتعمل على مستوى خاطئ، الغضروف ما بين الفقرة الثالثة والرابعة والجراح يقوم داخل يشيل الغضروف اللي ما بين الرابعة والخامسة. خطأ موجود وبيبقى موجود ولا زال موجود، لغيته تماما الجراحة الملاحية. هنقول للناس بقى ايه الجراحة الملاحية واحنا ازاي سبقنا التقنيات الحديثة اللي الناس بتستخدمها في ان احنا كأطباء استخدمنا الجراحة الملاحية. العلم بيرجع الى سنين طويلة قديمة، علم الملاحة، الملاحة التي استخدمت في تعريف السفن بالخرائط والأماكن والبلاد، ده علم الملاحة اللي استخدمته السفن طول عمرها في الإبحار وبيتقدم ويتقدم رهيب جدا. ثم جاء علم الطب ليستخدم الملاحة في الاستيريوتاكسي، وده عمله عالم اسمه هورسلي مع مهندس اسمه كلارك في سنة 1805، اخترعوا الجهاز يتحط على الرأس يتثبت يعرف إحداثيات الأشياء التي داخل المخ لعلاج مرض الشلل الرعاش وإجراء عمليات الشلل الرعاش بدقة. وقعدنا سنين نستخدم الجهاز ده لحد ما جاء الكمبيوتر، وجاء مع الكمبيوتر التقنيات الانفراريد
والانفراريد اللي هي الموجات والموجات الكهرومغناطيسية، بدأنا نستخدم بقى الجراحة الملاحية بمفهوم حديث جديد جدا. الناس هتقول ايه الجراحة الملاحية؟ اقول لهم اتفرجتوا السنة دي على كأس العالم بتاع قطر وشفتوا كذا هدف يحتسب ويحتسب الحكم بطرقه التقليدية هدف، ثم يأتي البار يقول الحق اللاعب كان دراعه، ما هي الكرة جواها سنسور واللاعب على كل حتة في جسمه في سنسور، وبالتالي لو اللاعب سبق الكرة السنسور على اللاعب هيدي ألارم، هيبان ان اللاعب ده حتى لو دراعه أو راسه برة دخلت في منطقة الأوفسايد الهدف هيتلغي، وده اتلغى في كتير منهم أهداف لميسي. الحاجة التانية إنه ممكن لاعب يحتسب الهدف للاعب وهو ما لمسه الكرة وكانت الضربة بتاعت زميل اللي قابله، وده حصل في كاس العالم. مين عمل البريك ثرو أو التطور الرهيب في تحكيم كاس العالم السنة دي؟ البار، الجراحة الملاحية، الملاحة اللي احنا استخدمناها في الجراحة من سنين وبنستخدمها علشان دقة إصابة الهدف. دقة إصابة الهدف بمعنى ان ما بقاش بقى في حاجة اسمها ان اشيل غضروف واسيب حتة منه، اشيل غضروف في مكان غلط، اشيل حاجة غلط من مكان هي بتؤدي وظيفة. كل الإحداثيات بتاعت المريض وبتاعت المريض المثالي اللي هو ما عندوش مرض راكبين فوق بعض، فيظهر لي المرض في الحتة الفلانية بضوء أحمر، ولما أدخل بالآلات بتاعتي كل آلة عليها سنسور، السنسور ده هيديني بدقة شديدة أنا فين وإزاي، وهيديني الأبعاد. لو ده بقى مع جراح خبير زي لما بنلعب بمحترف في كاس العالم هنعمل إيه؟ هنحقق الهدف، هنفوز، هنلغي العفريت كده، احنا يعني حرقنا العفريت. السنسور هو عالم مهم جدا دلوقتي. السنسورز هي المجسات الموضوعة في الآلات، المجسات الموضوعة في المناظير، مجسات الموضوعة في كل شيء متحرك قريب من أي نسيج. وإحنا شفنا المشهد المشهور الكورة اللي اكتشفوا إن جزء 1 من 100 منها لسه ملامس للخط، صح، نتيجة السنسورز طبعا في ماتش اليابان وأسبانيا طبعا. فقال لك لا خلاص ما عدتش، هي بالقرار إن السنسور بتاعها لسه ما عداش بالكامل، في جزء منه لسه ملامس للخط، وهو ده اللي احنا بنلاقيه بالذات بقى لما بنشيل ورم أو نشيل غضروف مستعصي في مكان حرج جدا، خانق الحبل الشوكي أو خانق الأعصاب وإحنا عايزين نحافظ على الأعصاب، أو بنشيل ورم زي ورم الغدة النخامية من حتة صغننة جدا بثقب صغير جدا. كل هذه الإحداثيات لما ندمجها كمان مع ربط المريض بإحداثيات قياس العصب في أثناء العملية والأشعات اللي بنعملها جوه أوضة العمليات، يبقى احنا استخدمنا كل المنظومة العلمية مع جراح ذو خبرة عالية. ما هو محدش هيقول لي ان اللي تعود يستخدم الحاجات دي منذ نعومة أظافره، وكان واحد من الحمد لله أنا كنت واحد من الناس اللي طوروا في مجال الجراحة عالميا الجراحة الملاحية وبالذات في تطبيقاتها في المجال العمود الفقري، وليه أبحاث عالمية في هذا المجال. أول مرة اتكلمنا أنا وحضرتك في 2006 عن الجراحة الملاحية في لقاء في 2006 كان في برنامج الطبيب في الوقت ده، أول من يعني أول ما شرحنا الجراحة الملاحية في الوقت في أنا بدأت مجال الجراحة الملاحية في 96 ما كانش بقى في 96 برامج لسه كانش فيه، وكان المجال صعب جدا والسفر بره وتتكبد وتصرف، وكمان بتاخد حاجه انت مش عارف مستقبلها هيبقى ايه في العالم كله. فجاه انت بتلاقي انك انت سهلت على المريض النهارده العمليه اللي بعملها من فضل الله تعالى او عملتها من 20 و25 سنه، المريض ما بترجعلوش العمليه تاني. ليه؟ انت محافظ على التركيب الطبيعي للعمود الفقري، الفقرات بتاعت المريض ما تقطعش منها عظم، ما تشلش منها حاجة تضعفها، وحطيت شلت الغضروف وحطيت وسيلة بديلة لهذا الغضروف تضمن للمريض ده حرية الحركة وسرعة الحركة والحركة بانسيابية تامة. وبالتالي المرضى كتير جدا اللي بيجوني
بيجوني عن تجربة سابقة. يبقى احنا زي ما بيقول احنا النهاردة العلم خدم في ان احنا نستخدم تطبيقات العلم مع الخبرة المثقلة مع المهارة في ان احنا نقدم للمريض احسن حاجة وافضل حاجة. السؤال اللي بيفرض نفسه بقى، يعني لو احنا عملنا كومباينيشن او تزاوج ما بين الجراحة الملاحية والاساليب المينيمال انفيزيف زي المنظار، اعتقد ان احنا نبقى وصلنا في النفع بالنسبة للحالات المرضية الى اقصى نفع. هي استحدثت الجراحة الملاحية بالاساس عشان نقدر نستخدم الوسائل محدودة التدخل ونطبقها في مجالات الجراحة في المخ والعمود الفقري. واحنا كنا جراح المخ والأعصاب رواد هذا المجال عالميا، حتى الريبوتك سيرجري اللي هي الجراحة باستخدام ريبوت احنا برضو رواد كجراح المخ والأعصاب فيها وفي استخداماتها، والزراع ريبوت اللي بيعمل العملية بتوجيه من الجراح على الكمبيوتر ده من المجالات اللي جراح المخ والأعصاب لهم الريادة في هذا المجال. وبالتالي احنا الجراحة الملاحية بتخدمنا في ايه؟ هعمل العملية من فتحة صغيرة جدا، مفيش حاجة اسمها عملية بدون فتحة، ده كلام بيضحك عليكم بيه يا جماعة، مفيش حاجة اسمها ان انا هدخل بالتردد الحراري اوسع لك القناة العصبية، ده كلام مش علم، ده كلام اسمه تلبيس ابليس، يعني بيشتغلك. احنا بندخل من فتحة صغيرة دون ان نحدث عطب في التركيب التشريحي الطبيعي للعمود الفقري أو للجمجمة، وبندخل من الكوريدورز الفتحات الطبيعية الموجودة سواء كان في المخ عن طريق الجيوب الأنفية أو سواء كان في العمود الفقري عن طريق الفتحات الموجودة ما بين الفقرات لدخول وخروج الأعصاب، بندخل من جنبها وبندخل بطريقة شيك جدا بحيث نحافظ على كل تركيبة موجودة ربنا خلقها في العمود الفقري. فلما بندخل بنضيف إضافتين، الإضافة الأولى إن إحنا بنشيل مركز الإصابة أو العطب سواء كان غضروف أو ورم أو بنصلح كسر أو بنثبت كسر، وبنضيف إن إحنا بنحط حاجة بديلة عن الحاجة الطبيعية اللي كانت موجودة عشان الدور يكتمل والمريض يقدر يقوم. وبالتالي المريض هيطلع من العملية ما عندوش غرز في ظهره، فتحة صغيرة جدا، أهم حاجة كمان إنه هيقوم من العملية دي مش محتاج يلبس حزام وينام في السرير وممنوع يتقلب وممنوع ينزل، لا 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 خالص، بيتحرك من أول يوم، بيمشي على رجله من أول يوم، بيطلع سلم وينزل، بيدخل يقعد على قاعدة التويلت، بيقعد على قاعدة الكرسي، تشوف التلفزيون، يتمشى، يخرج بعد 4-5 أيام، يقدر يمارس أعمال مكتبية بسرعة، يقدر يسوق العربية في خلال 4-5 أيام. وأهم من هذا إن إحنا بنضمن عدم رجوع هذه المشكلة، لأن أنا عشان الحمد لله رب العالمين أعتبر إن أنا مركز ريفيرال، يعني مستشفى نيوروسباين، وشخصي الحمد لله بيجيني مرضى من جميع أنحاء العالم، حتى من ألمانيا، في أطباء ألمان بيحولوا لي مرضى، في أطباء من أمريكا بتحول لي مرضى. المرضى اللي بشوفهم من جميع أنحاء العالم فيهم نسبة كبيرة جدا فيها مشاكل مرتجعة، عمل عملية اتعملتش بشكل كويس، عنده مشكلة تفاقمت لدرجة إن هو في العالم المتقدم من كتر ما بيحذروه من المضاعفات اترعب وخاف ومش عايز يعمل عملية. واحنا من فضل الله تعالى دائما اعتدنا على ان احنا نشوف اصعب المواقف مع المرضى بتوعنا، مش عايز اقول مرضانا في 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 الشرق الاوسط عندنا نوع من الاهمال شوية كمرضى، بنسيب الغضروف لما يكبر، بنسيب الورم لما يكبر، بنسيب الغضروف لما يتفاقم ويلف حوالين الحبل الشوكي. فمن بداية شغلنا في العمود الفقري والمخ من واحنا صغيرين كأطباء، أنا بتكلم على الأطباء المصريين المهرة، اتعودنا نعمل الحاجات الصعبة وتعودنا نحل المشاكل المستعصية كنوع من التحدي وكنوع من الإثبات الذات، لأن احنا في عالم التنافس فيه رهيب جدا. ودي بقى جات نقطة نجاح عندنا كبيرة جدا، إن الغضروف المرتجعة اللي عامل التصاقات حواليه، اللي عامل التصاقات في الأعصاب والحبل الشوكي، الورم اللي عامل التفاف كامل على الحبل الشوكي أو جوه الحبل الشوكي، إحنا بقينا رواد في هذا المجال من فضل الله تعالى من كتر ما اشتغلنا الحالات الصعبة دي. بما أننا قلت العفاريت لازم أقول إن في أماكن مسكونة، يعني أماكن مسكونة يعني أماكن مؤلئة،
برافو عليك. يعني بجهة فعلا صح. وهنتكلم هنشرح للناس المعنى الـ بتاع كلمة أماكن مسكونة في عالم جراحات المخ والأعصاب أو في عالم جراحات العمود الفقري تعني إيه؟ تعني الأماكن المسكونة هو بالظبط كده. دايما بنقول يا جماعة ما تخليش حد يبيع لك الوهم، زي الدجال اللي بيقعد يقول لك أعمل لك عمل وأكتب لك وأعمل، هو ده نوع من الوهم. ما فيش حاجة اسمها عملية بدون جراحة، مع احترامي ما فيش حاجة اسمها. كل الحاجات اللي انتوا بتسمعوا عنها بدون جراحة دي بالظبط، كل الحاجات اللي بتسمعوا عنها دي ما هي إلا مسكنات ومثبطات للألم بشكل شيك شوية، مفعولها بيبقى أقوى شوية من الحقنة اللي بتاخدها في العضل بكام يوم أو بشهر أو اتنين، والمشكلة بترتد تاني. دائما إذا أردنا أن نحل مشكلة يبقى لازم نقف على السبب ونشخص السبب صح ونعالج صح. فالأماكن المشبوهة هي مكان أنت عايز تهرب من الجراح ذو الخبرة وذو العلم المثقل، عشان خايف يقولك عملية يا جدع. هو هيقولك عملية ليه؟ لمصلحتك. العملية لو هي لمصلحتك هيقولك اعمل العملية. أنا 80% من مرضاي اللي بيحبوني على مدى سنين هم مرضى أنا ما عملت لهمش عملية وعالجتهم علاج تحفظي، بس علاج تحفظي بصدق وأمانة دون الخدع. إذا كانوا إنديكيتد لكده بالظبط، لأن 80% من الحالات اللي بتيجي بدري تقدر تعالجها علاج تحفظي دون اللجوء إلى الجراحة، بل بالعكس بتشخص بدري وتدي المريض روجيتا إزاي تتعامل مع المرض بتاعك ده عشان ما يتفاقمش. ودي نقطة مهمة جدا، لما يروح لمكان مشبوه واحد بيقلد الناس الناجحة ويغري المريض بأنه هو العملية عند الجراح الناجح بتتكلف كتير، لأنه بيحط مقومات نجاح عالية جدا عشان يضمن النجاح، فيقوم هو عامل له ضرب له في السعر. عادة بتبقى الفروق بتبان في الحاجات الجوهرية، وتيجي بقى مشكلة وسط 10 مرضى يحصل مشكلتين 3 المرضى تبقى مشكلة كبيرة جدا، وعشان نحلها ندخل في إيشوز تانية. الحاجة التانية إنك تستقرب حد ما عندوش التكنولوجيا والتقدم العلمي وتستخدمه كبديل لحد ذو قيمة علمية وتكنولوجيا. دائما لما بنقول ان احنا انا شخصيا بيبقى عيني وانا بعمل اي عملية لاي مريض سواء كانت في المخ او في العمود الفقري، انا بنافس الدول الاوروبية المتقدمة والعالم المتقدم الاول بحق وبصدق. ودائما عندي مرضى كثير جدا يسافروا بعد ما يعملوا عندي عمليات ويقولوا بفيدباك الدكتور في ألمانيا قال كذا، الدكتور في أمريكا قال كذا، الدكتور في إيطاليا قال كذا، قال في حق الكلام كويس جدا، لدرجة أني الحمد لله دلوقتي بقيت بشوف مرضى متحولين لي من أمريكا ومن العالم المتقدم، من ألمانيا من برلين تحديدا، وبيجيني مرضى من فرانكفورت جايين على اسمي من أطباء هناك. أنت مش هتقدر تعمل عملية في ألمانيا لسبب لوجستي أو صعب أنك تعملها أو العقبات، عندك في مصر الدكتور الحميلي وده راجل ممتاز. فالحمد لله رب العالمين، لما كان عيني على الكلام ده من الأول أنا ما استخسرش في المريض بتاعي أي حاجة، وبهتم جدا إن العملية بتاعتنا دي تبقى عملية تنافسية لمصلحة المريض عشان يقدر يشتغل. ما احنا بنعمل عملية انزلاق غضروفي ليه؟ عشان المريض ده يرجع ياكل عيش ويقف على رجله. ده بيبقى حواليه أسر وبيبقى نموذج جيد وسط المجتمع عشان نمحي الجهل ونشيل بقى العفاريت اللي عماله بتتنطط حوالين الناس، وده ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبله في ميزان حسنات. هو كم تعبير تقال على الودن بالنسبه للمصابين للعمود الفقري؟ اولهم ان انا اقول للانسان انت عندك غضروف مرتجع، كلمه تقيله صح؟ صحيح. كلمه تقيله جدا وساعات بتبقى صدمه. وبرضو عايز اقول ان ساعات بتبقى مفهومه غلط، بمعنى ان في مريض يبقى مستعجل قوي يعمل عمليه وعايز في خلال اسبوع واتنين يعمل رنين مغناطيسي، ولما بيعمل رنين مغناطيسي بتظهر صور خاطئه للغضروف او للمكان اللي اتعمل فيه العمليه تدي له ايحاء ان في التهاب او في تليف او في بقايا غضروف. والكلام ده بيحصل على فكره وبشوفه دائما. يا جماعه عايزين نقول ان الاشعه اللي بيكتبها الجراح أو الطبيب المعالج، ودائما أشعة الرنين المغناطيسي حتى الأمريكان عملوا في ده أبحاث كتير جدا، لا يفضل إجراءها بعد العملية مباشرة،
لازم نستنى على الأقل 3 شهور علشان الأنسجة تكون أخذت الطابع الطبيعي، لأن دخول العملية بيحدث بعض التغيرات في الأنسجة وبعض التفاعلات اللي ممكن تتفهم غلط. أشهر هذا وإحنا عايزين نقول الكلام ده وسلط عليه الضوء، وهجيب برضو صور أشعة قبل وبعد، إن إحنا نبقى مركبين دعامة والمريض يستعجل راح التأمين بتاعه عشان ياخد أجازة، عملوا له أشعة رنين مغناطيسي يبان زي هيلو أو نقطة حوالين أو خط أبيض حوالين الدعامة، يقولوا له لا 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 ده التهاب في الدعامة ولازم تشيلها فورا وتعمل تثبيت فقرات، وده مفهوم خطأ جدا. تشخيص الالتهاب لا يكون بهذه الطريقة، وده كلام هجيب فيه أبحاث علمية معتمدة وهجيب فيه أدلة علشان نشيل الاعتقاد الخاطئ ده من عند الناس، لأن في جراحين بيتظلموا وفي مرضى بيتظلموا، وإحنا يهمنا أن محدش يتظلم، ويهمنا أن إحنا دائما ندي للناس المادة العلمية اللي تخليهم يفهموا مشاكلهم إيه بوعي تام، محدش يضحك عليهم، محدش يستغل احتياجهم في أنه هو يبيع لهم أي وهم أو يطلع لهم عفاريت. نظرا لشهرة الانزلاق الغضروف يبدو أن في حالات مرضية تانية اتظلمت جنبه يا عيني، زي أورام الحبل الشوكي وأورام العمود الفقري. ده حقيقة يعني هو خد الشهرة، وفي بعض الجراحين بيبقى صعب عليهم كمان أنهم يشتغلوا أو الأورام من كتر ما هم كل معظم شغلهم بينصب في الغضروف. الحقيقة كمان الأماكن الغير مجهزة بتقنيات حديثة من الصعب جدا إجراء جراحات أو أورام الحبل الشوكي والعمود الفقري فيها، لأن دي أكتر حاجة بقى بنحتاج فيها الجراحات الملاحية والجراحة والأشعة داخل العمليات والمنظار والميكروسكوب وتقنيات الليزر والمجال الكهرومغناطيسي، لأن هنا بقى واستحداث قياس استحداثات العصب، إن احنا نقيس درجة التوصيل في الأعصاب الطرفية مع إجراء العملية ونشوف عصب الحركة تأثر وعصب الإحساس تأثر ولا لا. التقنيات الحديثة دي خدمت قوي هذا القطاع من المرضى، وبالتالي بقينا نقدر نشيل ورم من جوه الحبل الشوكي، ورم ضاغط على الحبل الشوكي، ورم في العمود الفقري كاسر فقرة وبدأ يعمل انبعاج أو ضغط شديد على الحبل الشوكي العصبي، والمريض يطلع بنتيجة ممتازة جداً حتى على الأقل بعد فترة من العلاج الطبيعي. أيضا برضو من الحاجات المخيفة قوي الكسور، الكسور لأنها تمام كمان إحنا بقينا في عصر التهور. صحيح. يعني في عصر والتكنولوجي يعني السيارات والطائرات والموتوسيكلات حتى الرياضة بقى فيها كسور. لأن هو كمان كل ما التكنولوجي بيتقدم الناس بتقلل قوي الأعمال البدنية، فاللياقة البدنية بتقل، وبرضو التوعية مش على المستوى اللي احنا عايزين نقول عليه، فممكن يحصل إصابات. الكسور المرضى بيتظلموا في حتتين، إن الكسر ممكن يحصل في حتة نائية أو حتة بعيدة، على ما المريض يوصل لمكان متخصص ممكن ما يوصلش، يجي في النص يتكعبل في مكان غير متخصص، تجرى العملية له بطرق عقيمة وتقليدية وقديمة ما يحصلش عين على نتيجة، وعلى ما ينتبه لهذا بيكون عدى الوقت المناسب اللي نعمل فيه العملية. الحاجة التانية إن المريض ده يبقى بيفكر بفكر يعني إيه خطأ، يتقال له اوعى تتحرك وتركب عربية أو عربية إسعاف مجهزة أو حاجة، لأن الكسر هيتحرك، فاعمل العملية هنا كل شنكان أو بأي شكل وما تسافرش في مكان مجهز، وده خطأ كبير جدا. لا، ده احنا النهاردة زي ما بقى فيه تقنية في العمليات بقى فيه تقنية في النقل، وتقنية حديثة جدا ان المريض يتنقل احسن للمكان المجهز ويتعمله العملية صح من الاول، خصوصا في كسور العمود الفقري، لان انا بقى المرضى دول بيقطعوا قلبي. شوف مرضى كتير جدا عمل عملية، اللي من 6 شهور واللي من سنة واللي من شهرين، وعلى ما انتبه وجه خلاص ما تقدرش تصلح اي حاجة، المشكلة بقت واقع لابد ان احنا نخضع له، حصل ضمور خلاص في الحبل الشوكي فمش تقدر تعمل اي حاجه. المخيف برضو قوي واللي له بعد بقى انساني وعمليه تبدو صعبه جدا هي الانحناءات بتاعت العمود الفقري والتقوسات اللي بتحصل في العمود الفقري، بقينا نشوفها زياده، يعني بقت البنات 16 و18 و17 سنه عندهم الانحناءات دي. بقى مهمه الرياضه
ودي نقطة في غاية الأهمية. وأنا برضو من الناس اللي متحفظ جدا في إجراء عمليات تقويم العمود الفقري إلا لما نوصل لمرحلة لا يمكن الارتداد أو تصحيح. ودايما بقول للمريض لما بنكتشف بدري وهو العيل طفل ونخضعه للرياضة خصوصا السباحة، احنا بنقدر نستبعد 80% من الحالات ما تعملش عملية. حتى لو السباحة دي وصلتني إلى مستوى إن أنا اللياقة البدنية بتاعت الرئتين تبقى عالية والشكل بتاع العمود الفقري يبقى معقول، ولكن فيه لسه انحناء وعوجاج، ما بحتاجش أعمل عملية. ما أنا أحتاج أعمل عملية ليه؟ في حالات كتير جدا بيبقى عشان الرئة وعشان التقوس، ده أثر على الأعصاب. لو أنا عملت رياضة من بدري بدري وخصوصا السباحة، في كثير جدا من الأسر بتجيني بأطفال ويبقى جاي جاهز ومستعد للعملية وأرجعه السباحة. هنا بقى بتجي نقطة بقى مهمة جدا جدا، ما عندناش نوادي. لا، عندنا نوادي في كل حتة في الجمهورية، ونقدر نقدر بشيء من الأسرة. ما أنت اللي هتدفعه في العملية هتدفعه في اشتراك نادي يلعب رياضة تصلح جسمه وتصلح ذهنه وتخليه كويس. والمدارس دلوقتي كلها فيها الرياضات، في اهتمام من الدولة بالرياضة، بس احنا بنكسر، كلنا بنكسر. ما هو يعني ما هو مستقبل الجراحة الملاحية؟ ما هو الذي تتمناه للقادم في الجراحة الملاحية؟ الحقيقة أنا احنا نفسنا في إبداعات جديدة تسمح لنا ان احنا نجري الجراحة عن بعد. هتقول لي ازاي عن بعد؟ زي ما النهاردة في كبسولة بيبلعها المريض، تدخل الجهاز الهضمي بتاعه تصور كل حتة، وساعات تعدي الحاجة في المريض أو تعمل بيها عملية، أو زي ما عندنا الريبوتك سيرجري أو جراحات الريبوت في البروستات وفي أورام البروستاتا. أنا نفسي إن احنا نوصل إلى معدل إن احنا نجري معظم جراحات الوظيفية في المخ، بالذات جراحات الصرع وجراحات الشلل الرعاش واستئصال الأورام العميقة من المخ بتقنية نستخدم فيها الجراحة عن بعد بروبوتك سيرجري، وده يعني حاجة. ونفسي كمان ان احنا نتقدم في مجال الأشياء المبرمجة تعويضيا لمرضى انقطع عندهم الحبل الشوكي، او المرضى اللي عندهم جلطة ادت الى شلل، او المرضى اللي عندهم ورم اكل حتة من مراكز الحركة وعايزين نحط له حاجة تعويضية تشتغل بالكمبيوتر. والعلم ماشي في الاتجاه ده على فكرة، بحيث تقدر تدي إشارات لعصب الإيد فالإيد ترجع تتحرك، أو تدي إشارات لعصب الرجل فالرجل تقدر تتحرك، وما نبقاش بنعتمد على الوسائل التعويضية. المجال ده هو المجال الإكستنشن أو الامتداد بتاع الجراحة الملاحية. في مجال تاني، مجال زراعة الغضروف، أو إن احنا نوصل لتقنية الغضروف، نوصل لتقنية ان احنا نزرع غضروف طبيعي طبيعي مستخدم بالهندسة الوراثية، ونحط مكان الغضروف اللي اتشال. ودي من الآمال والطموحات اللي العلم بيطمح لها. نتمنى ان ربنا يساعدنا ونقدر نوصل لده في يوم من الايام. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يسر الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة. نورت الناس الحلوة. شكرا جدا، خليكم دايما الناس الحلوة.